اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره دي هنتكلم فيها عن مصر والسودان، ده بالتزامن مع زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولتنا، دوله السودان، دوله يعني اخواتنا في السودان، السودان الشقيق. وهنتكلم كمان عن العلاقات المصريه الافريقيه، ازاي نحقق اعلى استفاده من الاتفاقيات اللي موجوده. وطبعا يعني بما ان الكوميسا في الاجتماعات واجتماعات القمه شغاله في الفتره دي، فنتكلم على هذا الموضوع ايضا. حضراتكم عارفين ان في القمه الـ20 للكوميسا في العاصمه الزامبيه لوساكا، ومصر بتشارك فيها. عايزين نفهم، هل في فرص استثماريه متاحه؟ هل في قطاعات معينه ممكن نزود بيها التعاون ما بين الدول الأفريقية والتجارة ما بين الدول الأفريقية؟ ضيفنا وضيفكم النهاردة الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي في الشؤون الأفريقية. أهلا بيك معنا دكتور شريف. طبعا حضرتك ليك باع في أفريقيا طويلة، وأنا عارف أن أنت لسه راجع من إثيوبيا ومن السودان ومن من رواندا، فيعني بالنسبة لك الدول دي يعني أكنك في مصر يعني. مظبوط. لما طبعا الزيارات الرئاسية في غاية الأهمية، والزيارات الرئاسية بتمهد الطريق للتكامل والتعاون ما بين الدول وغيره. في البداية، زيارة الرئيس الحالية لدولة السودان، التوقيت والمغزى. تمام. الحقيقة احنا في حاجة اسمها الدبلوماسية الرئاسية، وفي أفريقيا بالذات هذا النوع من الدبلوماسية، طبعا الدبلوماسية الشعبية والكلام ده كلام فارغ. في الدبلوماسيه الرسميه اللي هي الحكومات والسفراء ووزراء الخارجيه وكل، لكن المستوى الرئاسي او الدبلوماسيه الرئاسيه هو ده المستوى الفاعل في بالذات في الدول الافريقيه، اللي بيجيب نتائج يعني. اللي بيجيب نتائج. ويمكن احنا حتى لقينا على المستوى الدولي في بوتين لما قابل ترامب في وهكذا المستوى ده. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى الحكم وهو يضع افريقيا بشكل عام ودول حوض النيل والسودان بشكل خاص في مقدمه اولويات السياسه المصريه من جميع النواحي، وبالذات في الناحيه الاقتصاديه. يعني السيد الرئيس تعليماته الدائمه اللي بتنقل لمجتمع الاعمال ان ما يمكن ان ياتي من دول حوض النيل لا ياتي الا من دول حوض النيل. يعني موضوع اللحوم، احنا الان بنقوم بمشروع كبير جدا لان احلال وارداتنا من اللحوم لتكون بنسبه 100% من السودان بشكل اساسي، وفي اثيوبيا وتنزانيا واوغندا. نجحنا في قبل كده في موضوع الشاي، اول ما انضمينا لمنظمه الكوميسا الآن 100% من الشاي الذي يتم استيراده للسوق المصري يأتي من خلال ميناء مومباسا في كينيا، اللي هي بتضم الشاي المنتج من 6-7 دول. بنتكلم على أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا، كل هذه الدول بيتم تصدير إنتاجها من الشاي من خلال ميناء مومباسا الكيني. الفكرة أن هذه الدبلوماسية وهذه الزيارة بالنسبة للسودان بالذات، نحن نذكر منذ أسابيع قليلة كان فخامة السيد الرئيس عمر البشير في زيارة إلى مصر، وشهدنا كيف كان الاحتفال في يوم الأسرة المصرية، احتفال الحقيقة غير مسبوق لأي زعيم أو رئيس يعني من أي دولة في العالم. ده بيعكس ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن العلاقة الشخصية بين الرئيسين وصلت إلى قمتها، ويمكن احنا شاهدنا اليوم الاستقبال الخاص بالسيد الرئيس. الحاجة الثانية أن السياسات المصرية السودانية أو السودانية المصرية تسير وبشكل حثيث نحو نوع من، أنا مش عايز بقول التكامل وحاجات التاريخية، لكن التوافق الكامل في الهدف الواحد وهو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التنمية الشاملة، التنمية المستدامة للبلدين بما يعود بالخير على الشعبين. الحاجة الثالثة، وده أنا لمسته لأن احنا مستثمرين في السودان، الحقيقة التعامل معنا كمصريين واحنا رايحين، سواء واحنا داخلين السودان من مطار خرطوم الدولي او احنا خارجين،
على أعلى مستوى. هناك ترحيب شديد مقابلة السيد المسؤولين، يعني أنا أذكر بكل خير السيد عبد الرحمن الصادق مساعد رئيس الجمهورية ومجموعة كبيرة من السادة الوزراء والسيد والي ولاية النيل الأبيض. الناس بتقوم بدعم كل ما هو مصري وتقديم المعونة الكاملة الفنية، تيسيرات الإجراءات، ولكن إمكانيات البلدين أكبر من كده بكثير بكثير. أنا هقول لحضرتك في عنصر واحد اللي هو موضوع اللحوم. السودان لديها حوالي 130 مليون راس ما بين أبقار وأغنام وماعز وإبل، ولكن المجازر، لأن النهاردة لو أنت قمت بتصدير هذه الثروة حية الفاقد فيها كثير وستكون التكلفة عالية جدا. فأحسن وسيلة أن يتم إيجاد، لأن لا يوجد في كل السودان إلا حوالي 4 أو 5 مجازر وليست على المستوى الكافي، وبالتالي لا نستطيع كمصر استيراد اللحوم السودانية لأن ما فيش الطاقة الإنتاجية الممثلة في المجازر أو المسالخ كما يقال هناك في السودان التي تستطيع أن تفي باحتياجات السوق. إحنا مصر ممكن بتستورد تقريبا 1000 طن يوميا لحوم، يوميا يوميا، فإحنا محتاجين الطاقة اللي تغطي الكلام ده. الحمد لله إحنا بدأنا أخيرا في مسلخين في ولاية النيل الأبيض، وهناك إن شاء الله أنا في زيارة أنا راجع تاني على يوم 27 شهر هيتم الاتفاق على حوالي 50 مسلخ، يعني 10 10 10 10. وهناك أيضا تجاوب كبير من البنك الأهلي المصري فرع الخرطوم، وهو بيقوم بدور هائل في هذا الموضوع بأن هو على استعداد لتمويل جزء من الاستثمارات في هذا المشروع القومي الهام اللي هيبقى مردوده الاقتصادي كبير على البلدين، ومردوده أيضا في نقدر نقول إعطاء الصورة المشرقة لأحد المجالات الهامة للدولتين هيكون كبير. الإمكانيات ليست فقط في مجال اللحوم، أيضا في مجال القمح. السودان نجح بشكل كبير في زراعة القمح، وهناك أراضي شاسعة من الممكن أن يتم. كان في مشروع مصري ليبي سوداني زمان علشان يتم زراعة القمح في السودان بتمويل ليبي وبخبرات وأيادي عاملة مصرية. هذا المشروع كان نقدر نقول سياسي بدرجة كبيرة، يعني هو مشروع جيد، ولكن تطبيقه على أرض الواقع محتاج غير الإرادة السياسية، محتاج أن تكون هناك دراسة جدوى لهذا الموضوع. الحقيقة لم تكن موجودة في ذلك الوقت. الآن الوضع مختلف تماما، هناك ممثل لوزارة الزراعة المصرية موجود في السفارة المصرية في الخرطوم، يقوم بزيارة مواقع التي من الممكن أن تنتج قمح، المواقع الثروة الحيوانية، مواقع زراعة النباتات الزيتية زي عباد الشمس وزي السمسم وخلافه، وهناك خطة متكاملة للاستفادة من هذا من هذه المجالات. أيضا هناك مجالات كبيرة جدا ودي مهمة، وأعتقد أن البنية الأساسية والطرق التي تربط بين الدولتين الشقيقتين اكتملت بافتتاح معبر أرقين الحدودي. هذا المعبر الذي اختصر المسافة ما بين القاهرة والخرطوم إلى بالنسبة للركاب 2 يوم، وبالنسبة للبضائع من 3 إلى 4 أيام على أقصى تقدير، وبالتالي هناك وفر كبير جدا في المدة وفي تكلفة النقل المتبادل، لأن زي ما احنا بنستورد أو وستزداد كمية الاستيراد المنتجات الزراعية، وأيضا هناك خطة، يعني المسلخين اللي هم في النيل الأبيض في خطة متكاملة ويشارك فيها اتحاد أصحاب العمل في ولاية النيل الأبيض، عملوا شركة مكونة من مجموعة أهم 50 رجل أعمال في الولاية، وهذه الشركة هي اللي تقوم بالاستثمار المشترك مع مجموعة مصريين، بتشرف أن أنا أكون واحد منهم. فهناك استثمار في البنية التحتية، هناك استثمار أيضا في التصنيع الزراعي، يعني الخطوة التالية للمسالخ أن حيكون هناك مصانع لتصنيع اللحوم، ثم
بعد ذلك ممكن تكون هناك مصانع لتعبئة اللحوم بالإضافة إلى الصناعات المكملة زي مدابغ الجلود وزي كل الحاجات دي. والحقيقة الخبرة المصرية في هذا الشأن خبرة كبيرة، ونقدر نقول القبول النفسي والروحي من الإخوة في السودان على مستوى رجال الأعمال هناك للتعاون مع مصر هو الحقيقة بشكل إيجابي كبير جدا. ولازم نذكر أيضا زي ما ابتدينا حديثنا أن الدبلوماسية الرئاسية سواء كانت على مستوى رئاسة الدول أو الدبلوماسية القيادية اللي هي على مستوى ولاة الولايات في السودان التي يتم في الاستثمار، وأنا أذكر بالخير السيد والي ولاية النيل الأبيض الجديد اللي لسه متولي قريب، الحقيقة بيقدم دعم هائل، وده بينعكس على طول في حماس رجال الأعمال. والحقيقة هناك خلية نحل تعمل منذ حوالي شهر، وسيتم يعني البدء في أول مشروع المسلخ خلال 3 أشهر من الآن. ده كويس إنك بتقول 3 أشهر، إن إحنا الوقت مش في صالحنا وبقالنا زمن بنتكلم على التعاون والمشاركة وغيره وغيره، بس لما بتيجي تتكلم على التصنيع الزراعي وحضرتك أشرت إلى الجزئية الخاصة باللحوم، القطاعات الصناعية مهمة جدا. إنك أنت النهاردة مصر مثلا بتستورد أغلب الزيوت بتاعتها اللي هي زيوت الطعام وغيره، وحضرتك أشرت إلى زيت عباد الشمس وزراعة عباد الشمس والسمسم والكلام ده كله اللي موجود في السودان. يعني أنت بدل ما تستورد من بره أنت عندك في السودان، فتبقى قيمة مضافة بالنسبة للسودان وقيمة مضافة بالنسبة لمصر. فين ده؟ فين الـ 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 التعشيقة دي زي ما بيقولوا؟ بص يا فندم، التعشيقة دي علشان تكمل محتاجة أول حاجة والحاجة الأهم، أهم شيء هو الإرادة السياسية من على مستوى القمة. طب ما ده أنت بتقول موجود. وده موجود وفي أعلى مستويات يمكن في تاريخ العلاقات بين مصر والسودان. يليها مباشرة القوانين التي يتم الاتفاق عليها في البلدين لتسهيل حركة الأفراد والأموال. وده موجود من خلال حاجتين، الحاجة الأولانية أن الدولتين عضو في المنطقة العربية الحرة اللي بتضم 14 دولة، وأيضا الدولتين أعضاء في تجمع الكوميسا. وبالتالي القوانين والاتفاقات الدولية التي تضمن حرية حركة الأفراد والأموال موجودة، ولكن هناك ما يطلق عليه الدواعي الأمنية والتي اتفق عليها الحكومات في الدولتين بالنسبة لتحديد سن معين يجب الحصول على تأشيرة الدخول قبل الدخول سواء المصري للسودان أو السوداني للمصر، وهو ما بين 18 سنة إلى 50 سنة للرجال، لكن للسيدات ما فيش أي مشكلة. تأشيرة وبرضو اللي أعلى من 50 سنة بيدخل بدون تأشيرة، واللي أقل من 18 سنة طيب بس يحز في نفس الواحد. يعني هو ده الكلام، يعني لما تيجي تبص على أوروبا شنجن، أنت بتدخل في أي دولة في أوروبا لو أنت يعني من الاتحاد الأوروبي بتتحرك زي ما أنت زي عايز ما فلما أنت تيجي عايز. تتكلم على مصر والسودان بقى يعني أعتقد أن هذا الموضوع بالذات سيكون محل نقاش في خلال 48 ساعة في خلال الزيارة الحالية للسيد الرئيس للسودان، وسيكون هناك يعني احنا عملنا اقتراح وسط أن يكون هناك ما يطلق عليه جواز سفر الخاص برجال الأعمال، حتى احنا اقترحناه على مستوى الاتحاد الأفريقي بحيث يكون هناك تعريف دقيق من هو رجل الأعمال ويستطيع أن يحمل هذا الجواز وكأنه جواز سفر دبلوماسي، بحيث يستطيع أن يدخل في كل الدول الأفريقية بدون الحاجة إلى تأشيرة الدخول مسبقا. أعتقد أنه يجب أن تبدأ التجربة بين مصر والسودان على هذا المستوى، خاصة أن رجال الأعمال في الطرفين تضمهم منظمات رسمية زي اتحاد الغرف التجارية والصناعية، زي جمعية رجال الأعمال، زي جمعية شباب رجال الأعمال، وهناك اتحاد أصحاب العمل الاتحادية ثم اتحاد الأصحاب العمل في كل ولاية. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة ده هيكون الحقيقة سبق ونصر كبير لحرية حركة الأفراد. بالنسبة للأموال الحقيقة السودان خطط خطوات إيجابية في ال3 أشهر الماضية نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق التوازن في السوق النقدي في السودان والوصول بالجنيه السوداني إلى قيمته الحقيقية. أيضا هناك تيسيرات من البنك المركزي السوداني الآن خاصة بتحويل أرباح المستثمرين
أو التصرف في الأموال التي يودعها المستثمرون لعملية الاستثمار وشراء المعدات وخلافه. كل هذه خطوات أعتقد يعني حسنت بشكل كبير ظروف الاستثمار والعمل في السودان، وأعتقد أن خلال أسابيع قليلة يعني لن تمر عام 2018 بدون أن يكون هناك سوق حقيقي جاذب للاستثمار في السودان، حرية حقيقية للأموال سواء بالنسبة لتحويل الأرباح أو بالنسبة لسعر الصرف، وأخيرا عملية حرية الدخول والخروج نتمنى أن يتم حسمها في هذه الزيارة بإذن الله، بداية بمستوى رجال الأعمال. يعني اللي بياخد موافقة أمنية كرجل أعمال وينتمي لجهة معينة بتضم رجال غرفة تجارية، اتحاد أعمال جمعية رجال الأعمال، ده بياخد تأشيرة لمدة 5 سنين مثلا مالتيبل، وبالتالي ما عادش بقى ياخد الإجراءات الخاصة على العلم أن أنا يمكن استضفت أحد رجال أعمال مصريين كان أقل من 50 سنة. سودانيين المصريين في السودان في الخرطوم. والحقيقة ما أخدتش أكتر من يمكن 4 ساعات لإرسال خطاب من وزارة الخارجية السودانية إلى السفارة السودانية في القاهرة، وهو على بال ما شرب الشاي مع السيدة رئيسة المكتب التجاري في السفارة السودانية كان حصل على التأشيرة مجانا طبعا. بس ده مش كل، يعني ما أعتقدش أن كل الناس تستطيع أن تفعل هذا، وبالتالي احسن شيء ان يكون هناك اسلوب محدد، منظومه واقعيه. طيب انت كلمتني على حركه الافراد وكلمتني على حركه الاموال، ما كلمتنيش على حركه البضائع، وده اللي هنتكلم عليه في الفقره القادمه مع ضيفنا وضيفكم الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي في الشؤون الافريقيه. فخليكم اسوا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. بنكمل حديثنا مع الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي في الشؤون الافريقيه، وكان اتكلم في الفقره اللي فاتت عن تسهيلات في حركه الافراد وفي حركه الاموال ما بين مصر والسودان، ووقفنا عند نقطه ثالثه وهي حركه البضائع. دكتور شريف اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية. لما بنتكلم النهارده على حركه افراد، حضرتك بتقول لي ان احنا بنوصل في يومين علشان نوصل السودان من الخرطوم للقاهرة، من الخرطوم للقاهرة تمام، والعكس. وبتقول ان في النهاردة نقل البضائع بيتم عن طريق البري. طيب اخبار السكة الحديد ايه، والاستثمارات في السكة الحديد ايه، ومش ده يوفر لنا وقت ويوفر لنا فلوس ويحرك التجارة ما بين البلدين بصورة اكثر فاعلية؟ تمام، هو المشكلة في السكة الحديد ان الاستعمار البريطاني الحقيقة اللي كان موجود من أول مسكك حديد مصر اتعملت وبعدها السودان، هم الدولتين دول من أوائل الدول في المنطقة وفي أفريقيا اللي اتعمل فيهم سكك حديد. فالحقيقة عمل سكك حديد مصر، مصر كانت تاني دولة يتعمل فيها سكة حديد في العالم، وتعرف حضرتك مصر والسودان كانوا دولة واحدة، وبالتالي كان امتداد مصر، لكن بوجود الاستعمار اتعمل أعجب شيء في الدنيا. ان سكك حديد مصر عرضها اللي هو حوالي متر واربعين سنتي اللي هو القضيب القضبان، في السودان حوالي متر او 90 سنتي حاجة زي كده، وبتمشي بقطرات لا يمكن ان تعبر الحدود. لا. عرض كبير في القاهرة وتيجي على مصر السودان، فتضطر تقف عند الحدود والعكس بالعكس. وبالتالي عملية تطوير سكك الحديد لكي تربط البلدين دي محتاجة الحقيقة استثمارات كبيرة، وأعتقد أنه في حالة استمرار هذا التحسن المطرد في العلاقات بين البلدين، هناك مجموعات استثمارية عالمية جاهزة لتطوير سكك حديد مصر مثلا بنظام البي او تي جزء بجزء كده. نفس الحكاية أنا بتصور أن لما السودان إن شاء الله علاقتها تصبح مصر كما هي وتزداد وتتحسن، أن يمتد هذا المشروع ما بين مصر ثم السودان ثم ينطلق إلى
وغندا وكينيا يعني. بس هو الطريق البري المفروض ان هو يربط من اسكندريه لكيب تاون في جنوب افريقيا. مظبوط. فاذا كنا احنا بنتكلم كدول افريقيه ان احنا نعمل الربط ده كله، يبقى من الاولى كمان انك تربط بسكه حديد برضو من الشمال الى الجنوب علشان تسهيل حركه البضائع، ان هو في الاخر هي الاهم اقتصاد وتجاره، هو ده اللي هيربط والاسرع والارخص. يعني سكه حديد الاهم والاسرع والارخص. صحيح. انت القاطره الواحده بتستطيع ان تجر وراها، ويمكن هو طريق الحرير والقطر القطار اللي عملته الصين اللي بيعدي من روسيا وبينزل على اوروبا، بيعدي من القطب الشمالي تقريبا، هو قطار ما اتعملش طريق بري. الصيانه بتاعتها سهله جدا، ان هي عمرها الانتاجي والاستخدامي طويل جدا، هي افضل وسيله انتقال في العالم، يعني افضل من يمكن الجو اسرع بس مكلف. مكلف وايضا ليس بحجم القطار في سكه حديديه. ويمكن تجربه الصين النهارده حضرتك اللي انا بروح، بس انت النهارده بتقول هو مكلف والاستثمارات مكلفه. استثمارات مكلفه بس العائد بتاعها، ما انت النهارده انت ما بتدعمش حركه البضائع، انت بتدفع التكلفه زائد هامش ربح. فانت عندك مؤسسات تمويل كتيره زي ما اشرت مثلا لما بتتكلم على الصين وطريق الحرير، يبقى هنا انت عندك فرصه استثماريه للصين علشان تنمي التجاره بتاعتها وتنمي الطريق. يعني اللي انا اقصده ايمن بيك هي عمليه الاستثمارات اللي بتقوم بتحملها الدوله. احنا النهارده ليه الدوله؟ ما هو ده الكلام، ليه الدوله؟ يعني فين القطاع الخاص؟ القطاع الخاص وبالذات بالنظام اللي هو احنا ما بنبيعش السكك حديد بالظبط، وبنخصصها قاعده موجوده على الارض ما حدش هيشيلها، ومش مش هنملكها، مش هننقل ملكيتها، ستظل ملك الدوله وملك الشعب. ولكن الاستثمار فيها نظام البي او تي اللي هو بيلد اوبريت اند ترانسفير، ان بيجي مجموعه مستثمرين في الغالب بيكون شركه ذات خبره في بناء السكك الحديديه، وشركه اخرى في بناء عربات السكك الحديديه، وشركه ثالثه في التمويل، وشركه رابعه في الاداره. بيجي ده كونسورتيوم او مجموعه هذه الشركات بتتقدم بعرض. العرض ده بتقول والله انا يا حكومه مثلا جمهوريه مصر العربيه، انا جاهزه ان انا اقوم بتطوير كل سكك حديد مصر في بمراحل فيزز في خلال مده زمنيه معينه، بوصلها لاعلى مستوى، انا اللي بمول وانا اللي بصرف وانا 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 اللي بدير تحت اشراف والدوله منظم ورقيب ورقابه الدوله. صحيح. ثم على كل تذكره يعني ازاي الناس دي بتسترجع اموالها لفتره زمنيه معينه، بيبقى فيه زياده في تكلفه كانون العرض اللي موجود بالنسبه لمصر بالذات، ان الزياده حوالي 30% من قيمه تذكره الدرجه الثالثه والثانيه والاولى. بس في المقابل ستكون هناك قطارات ادميه على اعلى 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 مستوى، سكك حديديه مؤمنه تامين كامل ضد جميع انواع المخاطر، وربط القطارات المحطات على اعلى مستوى، وربطها الكترونيا كلها ببعض، كل الخطوط مربوطه الكترونيا، وتبقى شايف كل قطر فين ومتحرك، كل حاجه بما فيها. يعني حضرتك احدث حاجه دلوقتي بالنسبه اللي احنا سمعنا عن الحرائق مثلا زمان، الحمد لله ربنا يستر ما يجيش في القطارات وكلام من ده، وبنسمع ايضا عن السرقات وكام. فالنهارده في تكنولوجيا جديده، في كاميرا هي بتراقب عملية السرقة، وفي نفس الوقت هي سموك ديتكتور، يعني بتعمل لو حصل أي دخان ولو بسيط على طول بتعمل ألارم وبتبتدي تطفيها أجهزة. فالنهاردة يعني إحنا في مصر عندنا قانون دلوقتي بيتيح للقطاع الخاص إن هو يستثمر في السكة الحديد. فإذا ده موضوع نقل البضائع، ده تحدي يجب التغلب عليه في التجارة ما بيننا وما بين السودان. مظبوط. فعندك النقل، عندك الأموال، حركة الأموال، وعندك حركة الأفراد، الثلاثة دول حضرتك أشرت إليهم. طيب ندخل بقى من السودان إلى باقي إفريقيا، عندنا من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. عملية التكامل، إيه الفرص اللي موجودة عندنا؟ إيه القطاعات اللي ممكن نعظم فيها الاستفادة بالنسبة لإفريقيا والمصر؟ تمام. أنا هضرب مثل بالاتحاد الأوروبي.
اهم ميزه في الاتحاد الاوروبي مش هنقول بقى لغه مشتركه ولا لكن هي كتله جغرافيه مشتركه قريبه مربوطه كتله واحده مربوطه بشكل كامل، مربوطه بسكه حديد، مربوطه بطرق بريه، مربوطه بحركه طيران. تمام. مربوطه بحركه انهار وبحار. مظبوط. وبالتالي احنا علشان نفكر في عمليه التكامل الاقتصادي والتجاري بين كل القارة الإفريقية زي المنطقة الحرة اللي أعلنت في كيجالي من كذا شهر، اللي هي ضمت لغاية دلوقتي في رواندا حوالي 47 دولة، كان 44 بس أثناء زيارة الأسبوع اللي فات قالوا وصلوا 47، يبقى باقي 8 دول هي التي لم توقع هذه الاتفاق، ومصر كانت من أوائل الدول اللي وقعت. طيب هذا التكامل محتاج 3 أنواع من البنيات. البنية الأولانية هي البنية التشريعية اللي هي القوانين والاتفاقات والكلام ده، وده بالمنطقة الحرة القارية اللي تم اعتمادها في رواندا وأثناء رئاسة الرئيس بول كاجامي للاتحاد الإفريقي، لأنه هو رئيس السنة دي، ونحن نعلم أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الاتحاد الإفريقي العام القادم، وأعتقد أن هناك، أو أنا متأكد أن هناك مجموعات عمل تقوم بعمل مجموعة كبيرة من المشروعات التي سيتم الإعلان عنها في 2019 بما تعزز التعاون والتكامل الأفريقي على كافة المستويات. طيب يبقى البنية الأساسية الأولانية هي البنية الأساسية التشريعية، قوانين واتفاقات دولية وخلافه، دي بشكل كبير موجودة. طيب إيه البنية الأساسية الثانية؟ البنية الثانية اللي احنا بنسميها الفيزيكال انفراستراكشر، او البنية التحتية الملموسة، زي الطرق، زي سكك الحديد، زي الربط الكهربائي، زي ربط المطارات بعضها بعض بخطوط طيران، زي بكل الكلام دي الحقيقة يعني فيها بعض القصور، ويمكن نحن نتذكر في القمة اللي كانت دعت اليها السيدة انجيلا ميركل، دعت كل دول الاتحاد الافريقي، وكانت مصر من اوائل الدول التي حملت تصور لزيادة البنية الاساسية في القارة الافريقية، ودعت ايضا مجموعة العشرين لدعم وتمويل مشروعات تطوير البنية الاساسية ما بين الدول الافريقية وبعضها وبعض، وكان مصر متقدمة بورقة عمل واوجزت هذه الورقة اللي تبتدي بربط مجموعات كتلات جغرافية واحدة، ثم بعد ذلك يتم ربط هذه الكتلات ببعضها ببعض، وبالتالي تكون هناك على مدى زمني. انت عارف حضرتك خطة التنمية المستدامة الشاملة للاتحاد الافريقي هم معتمدينها لغاية 2063 بالنسبة لكل دول القارة لاختلاف معدلات النمو. مصر الحمد لله هي عندها خطتها 2030 وماشية بطريق محترم ومعدلات تنفيذ محترم. طيب ايه البنية الأساسية دي؟ ده لازم يكون هناك نقدر نقول مجموعة عمل دائمة تبع الاتحاد الافريقي في كيان اقتصادي ممولة من المؤسسات التمويل الدولية الافريقية زي البنك الافريقي للتنمية. ما انت عندك مثلا الافريكزيم بنك، نعم، بتتكلم على اللي هو بنك التصدير والاستيراد الافريقي. النهاردة ايه حجم تعاملاته مع الدول الافريقية؟ يعني بتتكلم على بنك موجود وفاعل وليه دور كبير، وليه دور كبير في مصر كمان، ولكن النهاردة احنا بنتكلم على تشجيع التصدير والاستيراد من إلى. انت عندك مادة خام في أفريقيا؟ يعني لو جيت مثلا تبص على منطقة قناة السويس، لو تعمل مصانع مثلا لزيادة القيمة المضافة، انت بتصدر الكاكاو بتاع أفريقيا خام إلى أوروبا يصنع ويبقى الماركات العالمية اللي احنا عارفينها بعشر أضعاف السعر، وانت أخدت الملاليم. مظبوط. طب ده لما يتعمل مثلا في منطقة زي منطقة قناة السويس، مصانع بتاخد المادة الخام وتصنعها، وشراكة ما بينك وما بين الدولة اللي بتصدر، فتصدر القيمة المضافة يعود عليك بعوائد أكبر بكتير، مش كده؟ أنا متفق مع حضرتك تماما، ومتفق مع حضرتك لأن الإمكانيات المالية الهائلة في الأفريكان إكزيم بانك وفي الأفريكان ديفلوبمنت بانك هائلة، وحاطين اوريدي روم كده للقطاع الخاص ده أو ده مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص، لكن أهم من تمويل مشروعات القطاع الخاص، لأن إحنا النهاردة لما بنعمل تمويل لمشروعات البنية الأساسية حتى لو كان بتمويل ميسر
للحكومات وتحت إشراف دولي أو قاري هو ده الأهم. يمكن حضرتك لما تذكر المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، سيد الرئيس من أوائل المشروعات التي تم اعتمادها في هذه المنطقة هي منطقة خاصة بتيسير تصدير المنتجات الأفريقية سواء كانت الشاي أو البن أو الكاكاو أو خلافه. ولكن حضرتك أضفت نقطة هامة جدا، هو أن يكون يتم تصنيع، يعني يتعمل عليها عملية تصنيعية قبل التصدير، ودي نقطة مهمة جدا، وأعتقد أن دي ده اقتراح وجيه جدا ويجب أن يتم تنفيذه بالفعل فورا. وعندك غير عندك حاجات كتير، عندك مادة خام كتيرة جداً جداً، أفريقيا غنية جدا. اللحوم اللي احنا هنصدر اللحوم من السودان لمصر بطريقة غير اللي هو الكاركس اللي هي بالعظم، احنا هنصدر ديبون مشفاة مبردة، فدرجة أو أيام الصلاحية بدل 14 يوم بالنسبة للكركس هتبقى 44 يوم للمشفى الفاكيوم المتعبى بطريقة الفاكيوم ده. وبالتالي ده هناك أيضا إمكانية لتصنيع، ونحن من الآن ونحن لسه بنبدأ في هذا المشروع لدينا طلبات من مصانع هنا في مصر ومن سلاسل سوبر ماركت كبيرة أنهم محتاجين، لأن اللحمة السودانية أثبتت. وعندك الزيوت وعندك السمخ وعندك النباتات المختلفة والأخشاب ومعادن، عندك التنتنم الموجود في رواندا وبوروندي وغرب أوغندا، ده قيمة المضافة عالية جدا ولو تم تصنيعه بعشر أضعاف، زي الرمل اللي موجود عندنا اللي هو ده. يرجعنا للنقطة الرئيسية اللي حضرتك بدأت بيها لما اتكلمت على القمم والدبلوماسية الرئاسية، ومن هنا إن كل الأمور اللي حضرتك بتتكلم عليها ليها أبعاد سياسية تانية، إن في جهات ما مش عايزة الثروات دي تظهر ولا يبقى في، وإذا ظهرت يبقى الليفل معين وتتاخد أز تاز كرو ماتيريال، وإذا ظهرت تلاقي في مشاكل ما بين قبائل وبتاع فجأة طلعت كده ما نعرفش طلعت منين. تمام تمام. وبالتالي نحن الآن لدينا فرصة ذهبية، لأن في الأسبوع أو العشر أيام الأخيرة حصل تقارب اثيوبي اريتري لاول مره من اكتر من 20 سنه مصر والسودان، وبالتالي دي فرصه ان كل المنطقه تدخل ان شاء الله في شهر عسل من اجل خير كل الشعوب. الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي في الشؤون الافريقيه، مش هقول بقى التايتلز بتاعتك التانية الكتيره اللي ليها دخل في افريقيا، بشكرك شكرا جزيلا. انا ليا الشرف تسعدنا دايما اكون في انترفيو مع حضرتك. الله يخليك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم ويوم الاحد وبرنامجكم. اسبوع عمل. We'll be right back.